ولنقاش ملف نفوذ الميليشيات وفسادها في العراق ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من برلين الناشط السياسي علي الشعلان. أهلا بكم سيدي. مساء الخير أخت سمية، مساء الخير على حضرتك. مساء النور. يشكو سكان المحافظات من سيطرة الميليشيات التابعة لإيران على ممتلكاتهم ونهبها، كيف يمكن وصف مثل هذه الانتهاكات وأين دور الدولة منها؟ نعم أختي، نعم، هو مو بس المحافظات، العراق كله يشكو من التدخل الميليشيات دولة الشرق إيران في التدخل في شؤون العراق الداخلية. اليوم بغداد محتلة من قبل إيران، الناصرية، الإعمارة، كل محافظاتنا في الغربية أو في الجنوبية كلها محتلة، وهناك تجاوز على ممتلكات الشعب العراقي، وهناك تسليم للشعب العراقي. يعني ما كفاهم أختي من 2003 من إجونا مع الدبابات الأمريكية والاحتلال الأمريكي وحاميهم دولة الشرق إيران اللي نهب خيرات بلدنا ونفطنا، هسه قاموا يتجاوزون على أملاك الشعب العراقي، يسلبون الشعب العراقي أملاكه، ثرواته، إيش عنده من ثروات، لان هو هذا الطغمه الحاكمه الفاسده في بغداد، هو هذا منهجها. خامنئي لما جابهم للسلطه من ايران بالاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه كان عندهم برنامج، وللاسف قدروا ينفذون هذا البرنامج ببلدنا، هو سلب ممتلكات شعبنا ونفط شعبنا وخيرات شعبنا. نعم. الى اي مدى اكتسبت هذه الميليشيات غطاء قانونيا بعلم الدوله من خلال فرضها لهذه الايتاوات او سيطرتها على ممتلكات المواطنين؟ نعم اختي، هو وين اكو دوله؟ يعني هل حضرتك يعني تسمين بهذول المرتزقه اللي في المنطقه الخضراء تنعتيهم في الدوله او في الحكومه، هي هذه دوله؟ هذه لا اختي، واي قانون؟ وين القانون؟ من بعد 2003 هل يوجد قانون في العراق؟ يعني حوله العراق إلى هرج ومرج. يعني شفتي حضرتك قبل يومين ثلاثة طائرة تضرب بما يسمى رئيس الوزراء، تستهدف اغتياله، وين؟ بس أنا أسأل حضرتك، وين في دولة بالعالم بها الهرج اللي تيصير عندنا بالعراق؟ هذول أختي لا توجد، لا لست هم بدولة ولا هم بحكام، ولا يوجد قانون في العراق. نعم. تعد المكاتب الاقتصادية أحد أبرز أوجه الفساد في العراق، كيف أثرت هذه المكاتب على حياة المواطن العراقي؟ هذه المكاتب أختي، هذه المكاتب عبارة عن أحزابهم وعصاباتهم، وهذا محور المقاومة، محور المقاولة اللي سووه أسسوه بالتعاون مع دولة الشرق إيران، هذه لسلب النفط العراقي. هذه المكاتب التجارية موجودة للكاوتيونات، لتبادل الصفقات التجارية، هذه هي قمة الفساد. وهذه مين أوجدها؟ كل الأحزاب اللي إجت للسلطة هي أوجدتها، وهي سنت لها قانون ودرجتها في تسلسل الدولة. ولا هو وين يوجد؟ جيبي لي دولة في العالم بها مكاتب تجارية للأحزاب أو للعصابات أو للميليشيات أو لهذه المحور المقاومة 90 فصيل الدولة الشرق إيران، وهذه كلها عندها أنابيب نفط، وكلها عندها حتى الأرصفة في مدينة البصرة وفي العمارة كلها محتلة من قبل هذه العصابات الميليشيات التابعة إلى دولة الشرق إيران. نعم. تبنت مختلف الحكومات المتعاقبة في العراق برنامج مكافحة الفساد، لماذا لم يتم القضاء على هذا الفساد ممثلا في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ضد ممتلكات المواطنين؟ نعم، أنا وضعت لحضرتك هذا ليس بحكومة، أي حكومة، يعني حضرتك تسألين تقولين الحكومة، حكومتي وين الحكومة؟ هذول هم حكومة، لكن هناك ميزانيات يعني تخصص لهذه الأهداف وهي محاربة الفساد كما يدعون على الأقل. نعم نعم حضرتك تتكلمين، هم يدعون، هم من جو من 2003 ادعوا انهم يخلون كل انسان عراقي يصير عنده بيت، وهجروا الشعب العراقي، وادعوا انه حيخلون الامان بالعراق، وهم من زرعوا قتل العراقيين. ولما صارت ثورة تشرين المباركة، من قتل الشباب العراقي؟ مو هم نفسهم هسه حاليا في السلطة؟ أختي ما هذول ليسوا بحكومة، هذول مجموعة عملاء جابهم الاحتلال الأمريكي وحاميهم دولة الشرق إيران،
على الشعب العراقي يفهم هاي هذا. ما الحلول الممكنة لمواجهة هذه التدخلات الأجنبية والحد من هذه التجاوزات من قبل الميليشيات؟ الحل الوحيد أختي، الحل الوحيد، لا يوجد حلول بالعراق من 2003 إلى 2021، عندنا تجربة مريرة مع هؤلاء الطغمة الفاسدة الحاكمة في بغداد. لا يوجد حلول ولا يوجد إصلاح ولا يوجد المجرب لا يجرب. ثورة كثورة تشرين المباركة، وعلى هذه الثورة كل الشعب العراقي أختي ينتفض ويقوم بها. ما يقول شخص عراقي أنا ما لي علاقة اليوم، خلي هذا ما يخصني، هذا مفهوم خاطئ أختي. على كل العراقيين، على كل العراقيين بدون استثناء، من شمال العراق إلى جنوب العراق، إقامة ثورة عارمة ضد هذه الطغمة، اختلاعها عن بكرة بها. هذا الحل الوحيد فقط للعراق، وإلا إحنا نظل نحكي على الفساد وبعد نحتاج لنا 20 سنة. هذا إحنا صدقيني بعد 20 سنة العراق يجوز ماكو شيء اسمه عراق. نعم. شكرا جزيلا لكم ناشط السياسي علي شعلان، حدثتنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين.